طبعا وجود الاخ رئيس الوزراء بالمنتدى العالمي اللي موجود حاليا في الرياض طبعا هي خطوه بناءه تخدم الاقتصاد العراقي وتخدم كسمعه اقتصاديه للعراق اكثر. احنا نثمن هذه الزياره للسيد السوداني والتجوال بين الدول الصديقه والجاره لاجل خدمه ومصلحه الشعب العراقي. هذه الخطوه تعتبر خطوه جيده نحو تطوير اقتصاد العراق، تأثر العراق باقتصاد الدول المجاورة، ربط هذا الاقتصاد بالدول الغنية. أهلا بكم. شمال، جنوب، شرق، غرب، أينما كانت مصلحة العراق حطت طائرة السوداني. يومان من الاقتصاد في الرياض، ألف قائد ورئيس ومسؤول من 92 دولة تجمعهم التحديات والفرص والحلول والحوارات. أما أبا مصطفى فبوصلته ستطارد الاستثمارات وحقيبته لن تخلو من المشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمتها طريق التنمية. هذا على الصعيد الحكومي. أما النيابي فإذا كان ممثلو الشعب راضين فما بال أمريكا ممتعضة؟ فإذا كان المستثمر شاذاً فهل سيبني ناطحات سحاب مستقيمة مثلاً؟ أما النمو الاقتصادي فلا علاقة له بالنمو الجسدي يا سعادة السفيرة، رغم أننا لا نعلم سر الاعتراض، هل هو على الشذوذ أم على البغاء؟ أهلاً بكم. أجدد الترحيب بحضراتكم ومشاهدينا الكرام. محور حديثنا راح يكون مع رئيس رابطة المحللين السياسيين الأستاذ هادي جلو مرعي. أستاذ هادي مرحبا بحضرتك. شكرا جزيلا. وأيضا الخبير الاقتصادي دكتور ناصر الكناني مرحبا بحضرتك. مرحبا بحضرتك. أهلا بجنابك. تحياتي لك والأستاذ العزيز. شرف دكتور. أستاذ هادي الله يحفظك. جنابك أستاذ هادي، أبدأ مع جنابك. السؤال الذي يشغل أذهان الناس أنه بعد كل منتدى أو مؤتمر أو نشاط دولي للحكومة، ماذا سيستفيد العراق من المنتديات المتكررة والزيارات المستمرة على مستوى الحكومة؟ تفضل. شكرا جزيلا. العراق كان منذ عام 2003 وإلى وقت قريب محط أنظار العالم باعتباره مكان للصراعات والقتل والحروب والطائفية والتدخلات الخارجية والاحتلالات، ولكنه بدأ يتعافى تدريجيا مع تشكيل المنظومة السياسية وبدأ مراحل تشكيل مؤسسات دولة ثم القضاء على التنظيمات الإرهابية وإشعار معظم دول العالم سواء كانت الدول العربية أو الإقليمية والدول الأبعد بأن العراق بدأ يتعافى وأن هنالك نظام سياسي وأن عليهم أن يحترموا السيادة العراقية ولو بالقدر الممكن، إلى أن نصل معهم إلى إرغامهم على احترام السيادة العراقية بالمطلق. الذي حصل في الفترة الأخيرة ومنذ القضاء على تنظيم داعش الإرهابي أن هنالك آفاق فتحت وأن هنالك تغيرات دولية، وأنا قلت في مرة من المرات في مقال العراق من الفرجة إلى التفرج. العراق كان فرجة للعالم، كان العالم ينظر العراق، هنالك من يريد أن يقضي على الإرهابيين الذين لديه فيزودهم بالجوازات ويقول لهم اذهبوا وجاهدوا في العراق. كان هنالك من ينظر في سبيل الحروب والصراعات والطائفية والنهب والسلب والسرقات والفساد وقضايا لا تعد ولا تحصى من الانحرافات. والآن بدأ العراق يتفرج. ليش؟ لأنه صراعات نشأت جديدة في العالم، انهيار اقتصادي لعشرات الدول، والعراق من الدول التي وفق تقادير
وتقديرات مراكز عالمية أنه من ضمن 60 دولة لن تسقط اقتصاديا. العالم الآن بدأ ينظر العراق بوصفه طريقا للتنمية، وليس فقط فيه طريق للتنمية لأنه يربط قارتي أوروبا بآسيا بشكل مباشر عن طريق تركيا وعن طريق البحر الأبيض المتوسط. دول الآن في المحيط الإقليمي والعربي بدأت تتنافس من أجل أن تستثمر في طريق التنمية وأن تستثمر في الموارد. أنا فقط أوجه نداء ورسالة إلى العراقيين، خصوصا من رواد السوشيال ميديا والذين تعودوا الفشل واليأس والإحباط وأنه أي حركة تسويها لا نام بها، خلينا نغادر. لو نسأل وين كان العراق من كسب هذا الاهتمام بخطوات صغيرة اليوم تغير الوضع الاقتصادي الآن؟ نعم، الوضع الاقتصادي احنا تعرف حضرتك خلال السنوات الماضية تعودنا على أنه يكون العراق فيه موارد، يعني أموال تشغيلية فقط وليست هنالك أموال استثمارية، وأغلب الأموال تذهب إلى التشغيل والموظفين وغيرهم، والعراق يعتمد بسياسة تقليدية هي سياسة توزيع المواد الغذائية على المواطنين العراقيين من خلال السلة الغذائية ومن خلال موارد النفط ومن خلال استيراد الكثير من ذلك من مناشئ عالمية، ولكنه الآن بدأ يذهب باتجاه فسح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى الغذاء وعلى مستوى البناء والإعمار والتطوير، وكذلك الشراكة مع المصارف العالمية من خلال المصارف الحكومية أو المصارف الأهلية. صح أن هناك ضغوط على المصارف العراقية في مجال العقوبات، ولكن نلاحظ في الفترة الأخيرة أنه العراق بدأ يستقر أمنيا بشكل كبير جدا، بل أمنيا أفضل من دول الجوار حتى الكبرى. يعني أعطيك مثال وأنا مسؤول عن كلامي، العراق أكثر استقرارا أمنيا، وهذا ليس قدحا أو ذما عفوا، هذا توصيف. العراق أكثر استقرارا أمنيا من تركيا ومن إيران، وهما دولتان عظميتان في هذه المنطقة ولهما كل التقدير والاحترام، وأكثر استقرارا من دول عربية موجودة الآن هي جزء من حالة الصراع الإقليمي والدولي، والعراق أكثر أمنا من دول عديدة في العالم تشهد صراعات وحروب في آسيا وأفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا اللاتينية. العراق لديه موارد مالية كبرى، العراق بدأ يستقر، لا حروب ولا دمار، وبالتالي عندما يستقر العقل والوجدان على أن هنالك هدوء وأن هنالك طمأنينة واستقرار يبدأ يفكر في موضوع الاستثمار والبناء والإعمار والاقتصاد. وسفر السوداني إلى أمريكا ولقائه بالرئيس أردوغان ثم مشاركته في منتديات عالمية في هذه المرحلة عكس السابق، كنا نشارك ولا نستفيد، الآن لا نشارك ونستفيد. لماذا؟ لأنهم ينظرون إلينا على أننا محطة استثمارية كبرى وأرض واعدة للاستثمار في مجال الطاقة والبناء وفي كل أشكال الاستثمار. أستاذ هذه إذا تسمح لي دكتور أجدد ترحيب بحضرتك، ملفات كثيرة وكبيرة على الصعيد الاقتصادي محلية وإقليمية، كيف سيستثمر السوداني زيارته هذه المرة إلى السعودية واستغلال الفرصة المناسبة لينعكس هذا الأمر على الداخل الاقتصادي؟ شكرا لك وتحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام، ونسبقتها بتحياتي لأخي العزيز أستاذ هادي. ما يحفظك دكتور. حقيقة العراق مثل ما تفضل أستاذ هادي انفتح بالفترة الأخيرة فتح تام على دول المحيط وأيضا عفوا دول الجوار وأيضا تقريبا دول عالمية، ومنها زيارة الأخيرة اللي كانت تكللت بأمريكا وبعدين تبعتها زيارة أردوغان إلى العراق، وأيضا الزيارات الأخرى المتكررة اللي كانت من يعني حتى في وقت سلفة اللي هو الكاظمي أيضا رجل هم تحرك وزار، يعني تغيرت الحالة من وإلى من نظرة على العراق من قبل تقريبا العالم بأكمله. بس للأسف احنا مشكلتنا بالإعلام، إعلامنا ما أريد أنا دا أحكي على الإعلام الداخلي فقط، دا أحكي على الإعلام العالمي اللي هو دائما ضدنا، ما عندنا إعلام عالمي ولا عندنا الإعلام الداخلي اللي يوجه للإعلام العالمي. دكتور هي الزيارات موجودة ومستمرة على مدى 20 عام، مو المؤتمرات، شوف المؤتمرات لا تقدم ولا تؤخر، يعني المؤتمرات تتخيل يعني هسه المؤتمرات هي لمدة يومين، اليومين اللي راح بها دولة الرئيس راح يلتقي كم شخصية وش كم إعلام راح يشوفه، يعني كثرة 90 جهة أو دولة أو شركة مشاركة بهذا المنتدى، مو 90 خم كلهم راح يشوفهم، هو إيش قد الوقت اللي يقدر به طبيعي اللي راح يشوف. فإذا يعني ما دائما الإعلام هو السيف الكبير اللي ممكن نحارب به. إحنا لحد الآن إعلامنا داخلي فقط، ماكو شيء إحنا ما مصدرين إعلام خارجي، يعني ما قنواتنا ما بدها توصل. دائما انا مثلا عندي اصدقائي متواجدين وعندي اولادي واصدقائي اللي هم برا، من اقول له شوف البرنامج الفلاني يظل يبحث بذهب يشعل الى اخر شيء يروح على جوجل وعلى اليوتيوب، هذا ممكن يقدر يشوف او احنا ندز الرابط.
يقدر يشوف ان القنوات ما بدات توصل. خلينا نصلح اقتصادنا والمره وبعدين نروح الاعلام. لا لا هو انت شلون تصلح؟ لابد ان الناس تنظرك حتى تعرفك. اسعد اليوم ما اعرفك جنابك. ايش وقت اعرفك؟ اعرفك انه اقعد احكي وياك كذا، ليش هسه انا قبلك قدمت الاستاذ هادي؟ يعني اكو سبق وانا اكو معرفه. فاذا يعني معناته الاعلام هو سيف الكبير اللي يوصلنا علما للعالم باكمله. دائما انا اقول اعلام وقانون. انا جيت بمشروع حقيقه سابق ويعرف به الاستاذ هادي كان جزء من المشروع اللي هو اقامه دعاوى على الدول اللي شاركت بالغزو على العراق من 2003 والافرازات اللي تبعتها وحاكيها بهاي القناه ثاني اكثر مره. حقيقه مشروع اليقظه الوطنيه الشعبيه اللي هو اقامه دعاوى على الدول اللي شاركت بالغزو على العراق من 2003 والافرازات اللي تبعتها. لو كان احنا حربنا وياهم بشقين اعلامي وقانوني. لا يحتاج لنا بندقيه ولا يحتاج لنا رشاش ولا يحتاج لنا واحد يحكي غلط. اعلام اكو وسلط اعلام وايضا القانون موجود الدولي وممكن انت تستحصل كل ما تريده. كل ما تريده تعرف انت احنا عندنا كنز الممرود الذي لا يقدر بثمن لحد الان ما اعيد. عندنا الاموال العراقيه اللي خارجيه ما اعيدت. شوف البنك الفدرالي اللي عفوا البنك الامريكي اللي اموالنا محجوزه به، عندنا الاموال هو العراقيين دكتور اليوم الامور اللي نتحدث عن ملفات تحتاج الى تحريك حقيقي، زياره السوداني يعني الجميع يشيد بها وكانت ناجحه على المستوى الاقتصادي ورفع الحصار عن المصارف وغيره، اليوم نتحدث الى اضافه رافد بديل للنفط العراقي واعتماد موازنه العراق. انا ماذا اقلل من شان زيارات لا السوداني ولا القبله ولا القبله، ماذا اقلل من شانهم؟ بس دائما الوم الاعلام، دائما اقول يمكن ابو حسن يعرف هذا الموضوع اكثر مني ورجل اعلام. يعني الاعلام له تاثير اكبر من اي موضوع اخر. يعني احنا هسه حاليا إذا ردنا نحكي اقتصاديا، هل فعلا احنا اقتصادنا ممتاز؟ اقتصادنا ريعي، ما عندنا غير النفطات نبيعها وتجي الايرادات نوزعها رواتب واللي يزيد شويه ممكن نسوي به مشاريع استثماريه. اكو غيرها؟ وبالتالي هاي تحتاج حلول. تحتاج حلول، طبعا نقدم حلول، انا مقدم وغيري مقدم والكثيرين من الناس اللي هم مستبعدين. دكتور طريق التنميه ما يعتبر احد الحلول المهمه جدا. لا 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 يعتبر، شوف طريق التنميه سبق مشروع الحرير. ذاك اوسع واكبر وتعرف يعني لو تعرف انت ذاك 350 رصيف تقريبا نص العالم مشارك به، اكو توطين مصانع بالعراق بحد 100,000 وحده سكنيه وتوطين مصانع، وانت تشوف الميريتريا يعني معناته المواد الخام راح تجي تصنع بالعراق وتنطلق من العراق الى العالم الاخر. انت وين هسه تجي من الصين حتى توصل ايرادها ايش كم يوم وقت؟ وبعدين انا قاعد ويا الاخ الكعبي او سككي الحديد مدير عام ده يشيل على قطار والقطار كذا، واحنا عندنا طبعا مرحلتين بالقطار، مرحله الاولى اللي هو نقل بضائع والثاني نقل العفو اشخاص، ده يشيل على سرعه 120 لنقل البضائع و 320 نقل الركاب، اريد اواشك شلون هذا ما اعرف. بعدين انت ده نحكي على طريق التنميه، كان على اساس العراق وحده، اليوم اصبحنا نضاف قطر والبحرين وننتظر نطلع بعد على الامارات، عفوا نطلع على الرياض وايضا الكويت اكيد راح تنضم. فاذا يعني معناته انا دمرت الموانئ العراقيه مالتي. شلون دمرت الموانئ؟ شلون يعني وين احكي لي ايرادات الموانئ؟ تعرف العالم عايش على ايراد موانئ؟ لا، على ايرادات الموانئ. طريق الحرير كان 350 رصيف، اليوم احنا نحكي على 5 رصيف. دكتور كان مجرد كلام صار له سنين يعني بالاعلام، اليوم اي حرير ما حرير بالتالي نريد لنا مشروع هسه احنا ينعكس ايجابا. شو هذا يا سنه راح يكمل؟ هسه اذا بدأوا فعليا الخطوات من 3 سنوات ان شاء الله 4 خلصان المرحله الاولى. انت تعرف هسه الديون اللي علينا دا يتراكم العجز لحد الان، الموازنه لحد الان ما مقره. اذا نحكي اذا نشتغل على 12، خلي ناخذ 23 استاذ هادي وخلي شويه نبتعد عن موضوع الرياض نسولف هذا الموضوع. شلون ينعكس موضوع طريق التنميه؟ بالتالي الحكومات تحدثت بمشاريع كثيره وما حد ذهب بالاتجاه الصحيح اللي يذهب لمشروع اليوم يدعم الموازنه غير النفط، اذا نزل النفط نقعد واحد يصفن بوجهه. احيانا نكون في الواقع مستسلمين لواقع نعيشه لا نفكر في المتغيرات. يعني انت عندما تقول دائما ما نقول الله كريم الفرج بعد الشده،
عشنا فترة 2003 والموت والدمار والقتل والطائفية والاحتلال والتدخلات الخارجية، ثم بدأت الأمور تتغير رويدا ورويدا وينعكس ذلك إيجابا كما قلت في البارت الأول. العالم يتحول، لا تبقى الأمور على حالها، أجيال جديدة الآن، أنت عندك أجيال شابة بعضهم لا يعرف ولا يتذكر حتى أيام الطائفية، المولود سنة 2005 و2010 الآن هو رجل ما يتذكر يعني الكثير، أو حتى المولود سنة 2002 يعني أيام الطائفية هو كان عمره 4 سنوات عندما اندلعت الطائفية عام 2006، والآن هم رجال ومتزوجون ولديهم انفتاح على العالم، يمارسون أدوار مختلفة في الثقافة، في السوشيال ميديا، في الجامعات، في المدارس، لديهم أفكار، لديهم إبداع. العراقيون يسافرون إلى الخارج كثيرا، خبرات أجنبية تأتي للعراق، الآن العراق قبلة العالم للعمل، حتى الناس اللي يريدون يعيشون يجون العراق يشتغلون. هذه كلها عوامل مؤثرة، صح المخاوف اللي يتحدث عنها الدكتور واردة وصحيحة وهي مخاوف حقيقية، ولكن هذا لا يمنع من أن نستمر أن نتحرك. ليش؟ لأنه أنت عليك ضغوط خارجية، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، دول تريد من عندك، دول تشعر أنه أنت تهدد مصيرها. أمس يتحدثون بالضبط اليوم أي مشروع يحارب من الولايات الأمريكية، بالتالي مثلا نشوف يعني عندك موانئ الإمارات، عندك موانئ الكويت، عندك ميناء مبارك اللي الكويتيين يقولون الآن ظهر فجأة أنه إحنا كنا نقول الكويت تريد تعمل ميناء مبارك وتعطل مشروعنا. الأردن الآن يتحدث عن خور عبد الله وأنه يريد يكون موجود في خور عبد الله، لأنه العراق كان دائما ما يستورد وتأتي السفن عن طريق العقبة منذ الثمانينيات، منذ الحرب العراقية الإيرانية نستورد في الغالب أشياء تجينا من دول أوروبا عن طريق تركيا، في حين الآن إحنا ننقلها لتركيا، موانئ جافة عن طريق القطارات والسكك والشاحنات والمطارات وغيرها. هذا يستدعي بناء فنادق ومطاعم ومناطق وأماكن خدمية وترفيهية ومجمعات سكنية، وقد يستوعب مئات الآلاف. إذن هذا نجاح لو مو نجاح؟ نجاح دعم أو لا؟ أن يستمر هذا النجاح برغم المخاوف وبالرغم من أنه الكيفية، الدكتور يتحدث لك عن الكيفية المثالية للموضوع، لكن احنا للاسف الشديد نتيجه الظروف المحيطه بالعراق ما نقدر نوصل للمثاليه في هذا الامر، علينا ضغوط. امريكا افتعلت الافاعيل من اجل ان تمنع موضوع حرير طريق الحرير، ونحن الان نلجا الى طريق التنميه الذي نشرك فيه دول عديده، قد يؤدي ذلك الى نوع من الايجابيه ان الامارات وقطر والكويت والبحرين ربما هي التي ستدفع. تركيا تقول لك انا ما راح اخذ منك اموال، اخلي شركاتي هي الشغل هذا المشروع. إذن هنالك اهتمام في كل الأحوال، الوضع العراقي سيتغير نحو الإيجاب حتى وإن لم يكن بالطريقة المثالية، بمعنى آخر أن الوضع اللي كنا نعيشه قبل سنوات واللي نعيشه الآن سيكون أكثر إيجابية إذا استمرت الأمور بهذه الطبيعة الجيدة والمستقرة خلال السنوات الماضية. يعني الوضع أحسن، هنالك عمل، هنالك استثمار، هنالك انفتاح على العالم، هنالك خبرات تأتي، هنالك منشآت تبنى، هنالك كثير من الإيجابيات. يعني أنت ما تستطيع الآن تقول إنه العراق الآن هو نفس عراق 2006 و2007 و2014 و2015، عراق 24 مو مثل عراق 23، إذن هناك شيء يتحول، شيء ما يفاجئك من العالم أيضا يتحول، شركات عالمية تطرح استثماراتها، شركات طاقة وشركات زراعة. أنا قبل أيام على إحدى القنوات الزميلة قلت إنه إحنا خلي نشعر الأتراك إنه هذا المي اللي عبروه من حدودهم ويمر على العراق ما يعتبروا عبر، خلي نعبرهم وياه، خلينا تجي شركات تركية تشتغل بهذا المي، تستثمر بالتقنيات الحديثة بالزراعة والري والتنقيط وأنواع المحاصيل وأنواع البذور حتى، والخبرات الأجنبية حتى بنوع البذرة اللي نزرعها، حتى بنوع النبتة اللي نزرعها، حتى بنوع الشجرة اللي نزرعها. لازم نغير، لازم نفكر، لازم نخطط، لازم تكون عند استراتيجية زراعية واضحة، لازم نفتح المجال للشركات الأجنبية، ولازم نفتح المجال للخبرات العراقية أيضا. اللي يقوله دكتور ناصر ما نخليه يروح بالهواء، نجيبه يابا، مو عندنا شعبة رصد، هسه هيئة الإعلام والاتصالات، هسه أنا إذا قحيت راح يرصدون القناة ويجوز يكون برنامجك، يجوز إذا قلت لك القحة يقول لك هاي القحة مو قانونية، زين هنا دكتور ناصر ارصدوه، ده يقول لكم أنا عندي مشروع، دزوا عليه، تعال يا رجال مبين ما شاء الله محترم، نظاراته يعني مو واحد جاي يدعي، بين عليه شعره أبيض، عنده خبرات، مثقف، يعني هذا ما جاء من دولة ثانية ولا يريد يحصل له كم فلس، يعني مو هم الفلوس ولا هم المناصب، رجال مكتفي من الدنيا، يريد يقدم شيء لبلده، دزوا عليه، أسوي فريق، أسوي لجنة مختصة بمجلس الوزراء، لجنة رعاية الطاقات العلمية والكفاءات، أدز على الخبراء على عندهم أفكار، أجيبهم تعال اقعد، أقعدهم بقاعة صغيرة وأجيب لهم شاي ومي، إذا الدنيا باردة شغلهم صوبة، وإذا الدنيا حارة شغلهم سبلت، وأقعدهم وأسمع منهم وأستلم الخطط اللي عندهم والبرامج وأسلمها للجنة المشتركة من مجلس الوزراء ووزارات الدولة، وزارة التخطيط الله يسلمها اللي دائما أطالبهم بصبغ البناية مالتهم، يعني لازم أكو شغل يصير. جيد دكتور، على الصعيد الداخلي اقتصاديا
استطاع السوداني أن يرضي ربما حكومة الإقليم بحل أزمة موضوع الرواتب. على الصعيد الخدمي شارع اليوم أيضا واضح رضا عن الخدمات اللي جاي تقدم. بالنسبة للاستثمارات تحركاتها مع الجانب الأمريكي وإن شاء الله يعني ننتظر أنه تنعكس على أرض الواقع. لقاء مع تركيا أيضا ننتظر حلول إن شاء الله خاصة أزمة المياه. واليوم تحركاته نحو الخليج والسعود. كل هذه الأمور يعني 90% منها اقتصادية وتنعكس اقتصاديا على الداخل العراقي. وين نشوف المشكلة اليوم إذا اتجهنا أو دعمنا الحكومة بهذا المسار؟ أكو خطأ الحكومة جاي يصير باتجاه خاطئ حسب رؤيتك الاقتصادية؟ حقيقة أنا خايف على السيد السوداني مثل ما أخاف على نفسي، لأن مواضيع المكبات كبيرة جدا، يعني المطبات كبيرة جدا. هو ما أجا بساحة مبلطة ولقى كل شيء قدامه، هو أجا على ركام كبير جدا. صح. ما أجا أنا دا أقلل من شأنه أو حتى أريد أرفع من شأنه، لا هو أجا الرجل على ركام كبير جدا. وهي دا أحكي بها أنا من وليدة اليوم، هاي وليدة حتى ما قبل 2003. ليش ما قبل 2003 شنو كنا؟ دخلنا حرب 8 سنوات، طلعنا منها، دخلنا الكويت، طلعنا من الكويت، دخلنا الحصار، طلعنا من الحصار، هاي كلها مرارة تمام تراكمات تراكمات. بعدين هسه حاليا احنا ايش قد عدد نفوسنا قياسا بما قبل؟ اليوم احنا وصلنا 43 مليون نسمة. ال 43 مليون نسمة شو اوكلهم اني؟ زين والاجيال مالتي انا عندي 2.5 نمو، عندي بطالة اليوم إيش قد عددها؟ عندي غير البطالة اليوم اللي أنا سنوياً عندي يتخرج بحدود 800، ذول المتخرجين 800,000 شخص يتخرج يخلص بكالوريوس، وغيره بعد ذولاك المتلكئين بعد تقريباً 350 آخرين اللي هو مكمل المدرسة واللي هو بعده يعني بطل واللي هو اشتغل بشمبر واللي اشتغل ما أعرف وين. يعني معناته أن هذا العدد الكبير ما نوديه، لابد أن أفكر بإيرادات أخرى اللي هي شنو؟ ترفد الموازنة اللي قاعد أحكي عليها. أنا الموازنة مالت اليوم قاعد أبيع نفط، شوف دي يحاربوننا بالمناسبة، من 3.8 نزلنا اليوم 3.220، 3,220,000 برميل، بضمنها 450 اللي هي منين؟ من كردستان. اللي متوقفة صارها أكثر من سنة وشوية، متوام بضرب سنة وشهر، وقت بالشهر الثالث. منو اللي جاي يحاربنا دكتور؟ يحاربنا تقريبا كل اللي هو ما يريد العراق ينهض، منها دول اقليميه ومنها دول دوليه. انا دا احكي دائما اقول نحتاج الى 3 مراكز بحوث، مركز بحثي دولي، مركز بحثي اقليمي، ومركز بحثي داخلي. الدولي يحول للاقليمي، الاقليمي يحول للداخلي، حتى نعرف احنا شنو وين صاير وين رايحين. وبعدين يراد لنا مركز اعمار، يعني عفوا ثوره اعمار كبيره جدا. بدنا نحكي على اعمار ذولا ما لهم علاقه بالحكومات. شوف هسه السودان يبني هال4 سنوات او 3 سنوات اللي هو بها، اللي يجي اللي خلفه يفلش كل ما هو هنا. وهكذا خلينا نرجع عن الوقت المالكي، بعد دورتين اجى ورا المالكي العبادي، اجى ورا العبادي عادل عبد المهدي، اجى ذاك الاخ الكاظمي، بعدين هو اجى. دائما ماكو تكمله، واحد مكمل. دكتور الشارع اليوم ايضا اختلف عن قبل. اليوم لما يشوف حكومه تجي تقدم خدمات والحكومه اللي بعدها تجي الخدمات. اخي اسمعني انا راح اسالك، ما اتكلم لك فقط على الخدمات. انت قبل قليل ذكرت انه لازم افكر ب 43 مليون شو اكلهم وانا معتمد على النفط. مو هي كل الحكومات اللي اجت ما فكرت هالتفكير، اليوم جاي نفكر ابو الزراعه. اقول لك السوداني زار في يوم من الايام احد المستشفيات وكلمته المشهوده قال الله لا يوفقنا، انطيني هسه مستشفى. كل مستشفياتنا خرجت من الخدمه. انا ذاك اليوم عندي اخويا يعرفه ابو حسن عدنان. نعم. راح سوى عمل، يسوى عمليه بمدينه الطب وعلى حسابه الشخصي. الساعه ب7 طلع، الساعه ب11 يلا وصل للهذا، وقال له لا خلي على الاسبوع الاخر، يعني انت موعدك ب9. تخيل يعني كم ساعه يلا وصل الطريق. اي مو بنفس الوقت. خلي اكمل لك. نفس الوقت تحدثت عن تراكمات. خلي اكمل لك بلا زحمه عليك. مدينه الطب خرجت خارج الخدمة بعد، وكل مستشفياتنا خارج الخدمة، لا تصلح أن تكون. أنا جيت بمشروع ومشاريع حقيقة، خلي أحكي لك عن مشروع الوردية اللي حكي عنه. المشروع الوردية 1996 دونم والأوراق عندي، سند الملكية تابع إلى وزارة المالية، وأيضا الخارطة مال العقار موجودة. ردت أسويها مدينة لذوي المهن الصحية، أجمع كل ما موجود مهن صحية داخل العراق بهذا المكان.
تبدي 16 او 18 طابق وتنزل هرميه الى الطابقين، الطابقين كلها عيادات، الغي العيادات اللي موجوده بمدينه الصدر والشعله وما ادري منو، لا تصلح ان تكون، لا تصلح ان تكون عياده، ولا المستشفى يصلح، لا الاهلي ولا الحكومي. انا عندي مريض، عندي امراض كثيره جدا. هاي هم بالتالي هم ناس تقول لك انا قاعد بالكرخ عبر الرصافه وعبر الرصافه. مو هسه خلي اكمل الموضوع وبعدين اقول له عبر ولا تعبر. اليوم المريض اللي يروح تركيا والمريض الاخر اللي يروح للاردن والمريض الاخر يروح للهند شو بده يروح؟ انا يعني ما يقدر يجي من اللي جاي من نسوي له فشي مرتب. بالوسط تاور طويل بحدود 50 طابق مدينه الطب باحدث ما موجود من اجهزه. عندنا ما تريد فلوس انا اجيب فلوس، ايش قد تريد؟ انا اقدر اجيب لك. عندي هسه حاليا بالمناسبه ومقدمه وانا متاكد بمكتب رئيس الوزراء المشروع لمده 6 سنوات كل سنه 25 تريليون دينار عراقي منح، يعني معناته 150 مليار دولار منح. ليش لحد الان ما يدزون علي يقول له تعال يابا؟ جاني واحد من مكتب رئيس الوزراء وقعد وياي ساعتين ونص انطيته كل الملف داروش وراح غلق التليفون. هسه يجوز بعد رايهم هم اختصاصي. شو اسوي لك اكثر من هذا؟ نعم. احكي لك بعد على مشروع اخر واعد. اخذنا بس دقيقه واحده. المشروع الاخر اللي مقدمه اني مقدم، شوفوا احنا ايش نحتاج هسه حاليا؟ احنا بدنا نربط 3 قارات بالمناسبه، مو قارتين، اوروبا واسيا وافريقيا. موقعنا الجغرافي 3 قارات عليه. عندنا جو وعندنا بر، نحتاج الى بحر. أنا جيت بقناة ملاحية تربط الخليج العربي بالبحر المتوسط بعرض 500 غاطس 30 إلى 25، طولها 1200 تمشي بالأراضي العراقية تربط بعدين بميناء عفوا بانياس بسوريا، يعني يصير الطول تقريبا 1600 وشوية كيلومتر. تخيل يعني هذا المشروع اللي أحكي عنه، عندك 1200 زائد 1200 2400 كيلومتر، هاي كلها مشاريع يصير على ضفافه. مكان ما تمشي انت قطار والقطار وقف بالدرو وما اعرف منو، لا ها قناه ملاحيه وتستمر قبل. وهذا المشروع ما راح يدفع ولا دينار العراق، ده سوي شركات مساهمه دوليه، اولا تحمي البلد اذا اجت شركات عالميه او اذا حكومات راح البلد يحمى من قبل هذه الشركات، وايضا صار عندي ايراد 400 الى 500 مليار دولار. يعني النفط يقدم لي شقد؟ وانا هسه عندي عجز 64 وال 24 لحد الان ما اقرت، واذا اقرت راح تقر برقم احتمال اكبر من هذا الرقم، والديون السابقه اللي عليها الخارجيه والداخليه، غير لازم افكر شلون اسدد. هسه انت اذا راتبك مليون وعندك نفقات 1.5 مليون وسنت اللاخر دكتور وراح. دكتور الالف ميل تبدا بخطوه، خلينا نتامل خير ان شاء الله. والله يا اخي انا بهالحكي هذا ما اشتغل، انا اشتغل 1+1، انا رجل اقتصاد اعرف عندي ورقه وقلم احسب. لا اذا نجي اذا نجي اليوم نقارن اليوم عن البارحه، هسه انا ما اقول لا، انا لحد ان قلت لا 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 ما نقول لا، بس اقول هذا لا يكفي. دكتور نتحدث اذا نريد نصدر اعلام الخارج، نحتاج اليوم دعم للحكومه، نحتاج ايجابيه. الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني اشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام، ملفنا الثاني لحلقة هذا اليوم راح يكون عن تصويت البرلمان على تعديل قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، وراح نفتتحها وإياكم بتقرير الزميل شيبان سامي، نتابع. بحضور 170 نائبا أقر البرلمان قانون مكافحة البغاء وفق الأحكام الجديدة التي تنص عقوبتها السجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 عاما للعلاقات المثلية وتبادل الزوجات، كما يحظر قانون النشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية بالسجن 7 سنوات بتهمة الترويج. أحب أن أذكر بأهم البنود والفقرات التي تضمنها مقترح القانون هذا. مقترح القانون وسع نطاق التجريم ليشمل بالإضافة إلى تجريم فعل البغاء تجريم الشذوذ الجنسي بمختلف صوره، وفي مقدمتها ما يسمى بالمثلية. الآن أصبح لدينا نص يعاقب على ما يسمى بالمثلية التي نعتبرها شذوذ جنسي. أيضا مشروع القانون أو مقترح القانون عاقب على تبادل الزوجات، تبادل الزوجات، وأيضا على التخنث. القانون عاقب على التخنث وحدد بالممارسة المقصودة للتشبه بالنساء واستثنى ما يمارس لأغراض التمثيل. مواطنون يشيدون بخطوة مجلس النواب لإقراره قانون مكافحة البغاء،
التي لا تتناسب مع القيم الإخلاقية والإسلامية في البلاد، مؤكدين بأنه يجب أن تكون هناك قوانين رادعة وتفعيل العقوبات التي تحد من هذه الظاهرة الدخيلة. طبعا هاي خطوة جيدة، لأنه هيك حالة هاي يعني الشخصيات ما راح تقوم بهاي الأعمال، راح تحسب حساب العقوبة، وهاي يعني خاصة عملية الحبس راح توقف هاي الرغبة، يعني خلينا نقول اللي تشوه السمعة العراقية. احنا نأيد كنا خطوات مجلس النواب بمثل هذا القرار، خاصة احنا مجتمع اسلامي محافظ، لازم نحافظ على هذه القيم، لازم تكون مراقبة خاصة من الاهل بالمدارس بالجامعات. هذا الموضوع كلش مهم، شفناه بالآونة الأخيرة يزداد، فاحنا نشكر كل من يصوت على مثل هيش قرار، ونطالب وزارة الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية، وخاصة المراقبة تكون على مواقع التواصل الاجتماعي. هاي العادات احنا مو من تقاليدنا، مو من شيمنا، نتمنى انه تختفي شوية شوية، واحنا مع هذا القرار. التصويت على قانون مكافحة البغاء أفشل جميع المخططات التي تستهدف أفراد المجتمع العراقي عن طريق محاولة إدخال بعض الأمور اللا إخلاقية وإشاعتها. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن نجدد الترحيب برئيس رابطة المحللين السياسيين الأستاذ هادي جلو مرعي، ورحب بكم من جديد. أهلاً وسهلاً. وأيضاً الخبير القانوني الأستاذ صفاء اللامي، مرحباً بحضرتك. مرحباً بك أستاذ محمد. أهلاً أستاذ صفاء، تشرفنا. الله يسلمك. أستاذ هادي، ماذا يعكس إقرار البرلمان لهكذا قانون يمس القيم الإخلاقية للمجتمع على الشارع العراقي؟ يعني نحن في العراق نحتاج إلى ثورة أخلاقية في الواقع. يعني أنا أخشى أننا نتطور اقتصادياً وعمرانياً ونزدهر مالياً. هذا لا يعني، امس كتبت والبعض يعترض يقول وين الفلوس، احنا شايفين احنا الفقراء. انا اقول عندما يكون هنالك فساد وعندما تكون هنالك اموال ليس بالضروره انها تنتشر عند جميع الناس ليعموا الفساد. مو يعني احيانا الازدهار الاقتصادي والازدهار المالي يبعث على الفساد اذا لم تكن القيم الاخلاقيه مصانه ومحميه بالقوانين والتشريعات والضوابط الاجتماعيه. نحن في العراق بعد عام 2003 لدينا مشكله، لأن الضوابط قليلة فيما يتعلق بالسوشيال ميديا والاطلاع على ما يجري في العالم، وانتقال بعض المعايير الغربية إلى العراق لتتحول إلى معايير غربية تطبق على الداخل العراقي. أنا قلت قبل قليل كنت في أحد القنوات الفضائية بصراحة، وطالبت وزارة الخارجية العراقية باستدعاء السفيرة الأمريكية وسفراء الاتحاد الأوروبي. العراق بلد غير مؤهل، ما هي مو مسألة غير مؤهل، غير مستعد لتكون فيه مثلية جنسية وبغاء ودعارة ودور دعارة وتبادل زوجات، وهي أشياء مخيفة ومرعبة. ماكو هيك شيء. يعني إذا كانت المعايير الغربية تتيح ذلك، السفيرة معترضة على الشذوذ على البغاء؟ هي معترضة على كل شيء. ليش؟ لأنه ما يجري في العراق والقانون بشكل عام يخالف المعايير الغربية. هي تريد أن تكون المعايير الغربية، أن تسقط هذه المعايير والقوانين الغربية على الحالة العراقية. يعني لما يكون هنالك مثلا في أوروبا قانون يحمي المثليين، تريدها أنه في العراق أكو قانون يحمي المثليين. لما يكون هنالك قانون في أوروبا يتيح الزواج أو العلاقات الجنسية بطريقة ويحميها بطريقة، يعني العلاقة بين الرجل والرجل والمرأة والمرأة فيما يتعلق بهذه المثلية القذرة، فيما يتعلق حتى فيما يتعلق بالإلحاد، أنه أنت هنا لما تنفي وجود الخالق في السويد مسمح لك أن ليش أنه أصلا الشعب السويدي 75% الآن ينفي وجود الخالق. نعم. الآن السويد دولة ملحدة بامتياز، دولة مثلية بامتياز. احنا تبهرنا التطورات الاقتصاديه وهاي الاضواء، واخو بعنا ما نقدر نسوي هاي، بس يرجينا ناس اوادم. هذا السودان مو رجل ادمي اجى وصار له فتره يشتغل واكو تغيير. عمده تطلع انت تشوف الاضويه الحلوه المبهره، المطاعم، المولات، الاسواق، اكو تغيير، ناس بدات تدخل، بدات استثمارات، اكو امن، اكو استقرار. وهذا الامن مو السودان جابه، لا، هذا امن تراكمي نتيجه تضحيات العراقيين ودماء الشباب اللي سالت على مدى 20 عام. اوكي، النظام السياسي اللي بنى مؤسساته بالتدريج رويدا رويدا. بالتالي انت تجي تريد تسقط قيمك الاخلاقيه على الحاله العراقيه، وتخلي النسوان يطلعن على السوشيال ميديا ويعلمن على الرذيله والفجور والفسوق مثل ما يحدث في بلدان اخرى. انت تلاحظ حضرتك انه انا ايضا اكررها دائما، نساء يطلعن الان على السوشيال ميديا ولهن ملايين المتابعين. نعم. يجب ان تكون هناك قوانين رادعه، يجب ان يكون هناك خوف، يجب ان يخاف الناس، مو فقط الدوله،
الساقطين والساقطات اللي يطلعون على السوشيال ميديا ويرقصون وينزعون ملابسهم ويمارسون التعري ويعلمون على الفحش والرذيله وحتى الممارسات الجنسيه، لا اخوف حتى الناس العاديين، لان الناس العاديين هم يباعون، هم يعاقب هذا المفروض هاي المواقع. وليش تخاف وزيره الاتصالات؟ وليش استحي؟ اللي ما يستحم لا تستحي منه، اللي يريد يدمر بلدك لا تستحي منه. امريكا احتلت العراق عام 2003 وساهمت في دعم حروب وويلات على العراق طوال سنوات حاصرت العراقيين، الان وصلت الى المرحله الاخيره وهي ان يسلم العراقيون شرفهم الى امريكا. الان السفيره الامريكيه امس طالبت العراق رسميا باسقاط الشرف العراقي، انه ممنوع تصدر قوانين لحمايه الشرف. اجيك نناقش التغريده بتفاصيل اكثر. استاذ صفاء، من الجانب القانوني اليوم مجلس النواب يصوت وهذا الامر واضح لاقى رضا ومقبوليه من قبل الشارع العراقي، شلون نشوف قانونيه الامر واهميه العقوبات والروادع، هل هي متناسبه مع الموضوع؟ أجدد الترحيب بك أستاذ محمد وبالضيف الكريم. لا شك أننا وصلنا إلى مرحلة من انهيار مجتمعي، وإحنا طالما كمتصدين قانونيين منظمات حتى صحفيين وإعلاميين طالبنا السلطة التشريعية بأن تأخذ دورها بسن تشريعات جديدة من شأنها أن تحمي المجتمع من الانهيار الذي يحصل. بالوقت الذي وصلت لدينا حالات الطلاق إلى 10,000 حالة طلاق في الشهر الواحد، وهاي الأرقام بدأت في تنامي وتزايد مضطرد تدريجيا، ولم نشاهد انخفاض في هذه الأعداد، بل على العكس كانت هناك زيادة في أعداد المطلقين والمطلقات، وهناك تفكك أسري رهيب. طبعا أكو نسبة تأثير موضوع الشذوذ الجنسي جايك بالكلام، الانحلال والانحراف المجتمعي اللي دا نعيشه، يعني أغلب حالات الطلاق احنا اللي موجودين بالمحكمة احنا نعرف الدعوة وحيثياتها وليش بضبط. أسباب الانفصال، وحضرتك لو صحفي تأخذ تخويل بعمل دراسة استقصائية هسه بالمحاكم، تروح تزور المحاكم أو مكاتب البحث الاجتماعي وشوف حالات الطلاق اللي تصير بالمحكمة وشوف شنو أسبابها وشنو اللي يصير بالمجتمع. الجرائم اللي عندنا حاليا بالمجتمع كلها انعكاسة لما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي، والعادات الدخيلة اللي تحدث عنها أستاذ هادي وصلت إلى حد لا يطاق، بل إن العوائل استباحت من خلال انفتاح المجتمع العراقي على الدول الأجنبية وما يحدث بها. هذا واحد. اثنين، القانون اجى بوقت مناسب، لأن احنا بالشهر الماضي كان هناك إحصاء لمجلس القضاء الأعلى وبين لنا انه من كركوك إلى البصرة 6,500 حالة طلاق، هذا باستثناء اقليم كردستان. انا اريد اعرف حالات الطلاق ونسب الطلاق هذه، اكو من ضمنها تاثير بسبب الشذوذ الجنسي؟ طبعا اغلبها هي بنسبه 80% بسبب شو؟ يعني انا كمحامي كم الهائل من تجيني بدعاوى اقيمها، قبل يومين انا اقمت دعوه للاسف انه قوانين ما تسعفني حتى انصف الشخص اللي البنيه اللي اجت وكلتني، لان جابت لي محادثات وفيديو يتحدث ويا وحده زوجها يطلب منها تبادل الازواج. رحت قدمتها تبادل الزوجات رحت قدمتها للسيد القاضي، السيد القاضي رفض الشكوى. ليش رفض الشكوى؟ لان اكو عندنا قانون يقول هاي الدعاوى ذات الحق الخاص، اللي 3 أشهر اذا فات عليها تسقط، ما تسمعها المحكمه. وهاي التشريعات بالحقيقه هي تشريعات قديمه بحاجه الى تحديث، فبتشريع هذا القانون يعني نتمكن احنا كقانونيين من ردع هؤلاء. شلون يعني نشوف العقوبات اللي جت بهذا القانون؟ رادعه كافيه الغرامات؟ أحس العقوبات قليله قياسا بالوضع الحالي اللي دا يصير، يعني من 7 إلى 15 عام لمن يروج للمثليه ويمارس مهنه البغاء والدعاره الى اخره من المواد القانونيه اللي شفتوها نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي وشفنا القانون. انا احسها قليله، اكو بعض الدول وضعت عقوبة الإعدام لمن يقوم بهذه الأفعال. هذه الجرائم اللي احنا وصلنا إلى حد غير مسبوق من جريمة اللواطة اللي منتشرة بشكل كثيف جدا، اللي هذا موضوع واقعي. طبعا أنا اشتغلت مدير حقوق الإنسان في نقابة المحامين لأكثر من 7 أعوام، عندنا فرق تطوعية يجيبون تقارير من المناطق، يعني من بالمحافظات اللي بها، اكو بعض المحافظات اللي هي ذات صبغه او طابع ديني بسبب انغلاق مجتمعاتها، شوف مستوى اللواط اللي بيها مرتفع جدا قياسا بمناطق اخرى مثلا مثل بغداد اقل بيها. وهذا يؤشر لنا على انه نحن مقبلون على انهيار مجتمعي رهيب، وهذا الانهيار لن يتعزز ولن يتحصن المجتمع ما لم تكن هناك تشريعات تحمي المجتمع. يعني اني عندي اولاد، حضرتك استاذ هادي عنده اولاد، حضرتك
عندك اولاد واهل وهاي، شلون نحافظ على مجتمعنا احنا في ظل ما يحدث من فوضى وانحلال خلقي رهيب؟ يعني هاي العادات الدخيله اللي تريد تعطرها علينا السفيره الامريكيه وغيرها من المنظمات الدوليه اللي تعمل بالعراق، احنا ما تنسجم ويا طابعنا الاجتماعي ولا ويا بنيتنا القيميه الاجتماعيه ولا ويا اعرافنا وتقاليدنا. احنا مجتمع ديني محافظ نوعا ما، نمارس عاداتنا وتقاليدنا وطقوسنا الى حد محدود من المدنيه، بس مال انت تجي تفرض علي عادات وتربطها الي بالوضع التجاري. انت قريت تصريح السفيره الامريكيه ايش تقول؟ تقول هذا الموضوع سيؤثر على العلاقات. تهديد، تهديد مبطن طبعا، تهديد مبطن. انا بس اريد اعرف شنو الاعمال التجاريه والاستثماريه اللي ترتبط بهذا الموضوع. هو هاي اكذوبه حقوق الانسان، هذا اريد اجاوب. هاي اكذوبه حقوق الانسان اللي يضحكون بها علينا بالوقت اللي انا عندي ينقتلون مئات من الشباب وكثير من الجرائم اللي تحدث. ما استنكرت السفيرة الأمريكية، بس تستنكر من يصير عندي قانون للبغاء والدعارة. هاي غزة يموتون بها مئات من الآلاف من الأطفال وكبار السن وغيرهم من الشباب. ما تستنكر السفيرة الأمريكية، بس تستنكر من نسوي قانون للبغاء. هذا المقصد واضح، وإحنا ما محتاجين بصراحة. أنا ما يفيدني مشروع استثماري جايبته إلي أمريكا وعائلتي مستباحة، أنا يفيدني هذا المشروع خد تقطعها العلاقات التجارية. شنو هالاهتمام هذا؟ هذا يذكرني بأيام الحصار، النفط مقابل الغذاء والدواء. يعني نطيهم نفط وطونا غذاء دواء. هسه شنو هو؟ الشرف مقابل الاقتصاد. يعني لازم العراقيين يقدمون شرفهم حتى يصير عندهم استثمارات. انا اريد السبب شنو هالاهتمام والخوف على المصريين والشذوذ وبالتالي حتى امريكا تهدد؟ لا طبعا، ليش؟ لانه تهدد اقتصاديا. هاي معاييرهم الغربيه ويريدوها في اطار الهيمنه والنفوذ، لانه هم عندهم سياسه عالميه. هسه هذا موضوع المليار الذهبي انا ما احكي به، قليل احكي به، بس ايضا هم موضوع التقليل من عدد السكان لمخاوف اقتصاديه وغيرها كما يدعون هم، قضايا مرتبطه باستمرار النفوذ والهيمنه الغربيه في على جميع الصعد والمستويات. يعني الصراع الان في اوكرانيا، الصراع مع الصين، الصراع مع دول مثل جنوب افريقيا والبرازيل، مثل ايران، مثل تركيا، صراع مع العالم الاسلامي، الدفاع عن الكيان الصهيوني، كل ذلك يدخل في اطار استمرار الهيمنه الغربيه. انه روسيا لازم تشغل بحرب فجابوا اوكرانيا، الصين تهدد من خلال المضائق والبحار والاستثمار والاقتصاد، اوروبا حتى اوروبا بمستوى المستويات هي اصبحت الان اداه بيد الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي هم يصدرون قوانين وتشريعات تتلائم مفاهيمهم الغربيه ولا تلتقي مع مفاهيمنا. زين. ولكنها تكرس مشروع الهيمنه الغربيه. هذه واضحه، انا لحد الان ما فهم موضوعه ربط الشذوذ الجنسي والمثليه بالاستثمارات والاقتصاد وتهديد. هو يهددك يقول لك انت، وكانه لما يحاولوا، لا تقولي اثر وهاي دخلوها. اي طبعا ياثر، هم دخلوا هذا. تتذكر حضرتك في التسعينات والثمانينات ولفتره قريبه انه الولايات المتحده الامريكيه والعالم الغربي في اطار دفاعي عن الديمقراطيه كما يدعي وحقوق الانسان وحريه التعبير يقول انه على الحكومات الا تمارس دورا قمعيا في تعاملها مع شعوبها، واذا تعاملت في ذلك بذلك سنعاقب، سنحجم الاستثمارات، نقطع الموارد، سنفرض قيود على الحسابات المصرفية لهذه الشخصية أو تلك المنظمة أو تلك الحكومة أو تلك الجهة. هم الآن أدخلوا قضايا الجنس والمثلية والإلحاد وقضايا البغاء والدعارة والرذيلة وكل أشكال الانحراف ضمن قضايا حقوق الإنسان. بمعنى أنه الغرب الآن ولديهم الآن كثير من الناس الآن للأسف في مناطق الشرق الأوسط وفي العراق لديهم ناس يروجون لهذه الفكرة أنه الإنسان حر تحت شعار حرية الجسد، انه ماكو شيء اسمه الله، انا هاي حريتي. هم يقولون لا تحكي لي بالله، لا تحكي لي بالقيامة، لا تحكي لي بالموت. ولذلك حضرتك تشوف الان انا اخشى يجي يوم اذا وحدة تموت من ذني لي خاف هم ارجع مثل طوط خاف يحسبوها شهيدة ويطوها راتب مال اسموه لا يزعلون على مؤسسة الشهداء. لا مو اقصد العفو، انا ما اقصد مؤسسة الشهداء، لا والله جديات اقسم لك بالله، اخاف يجي يوم والله ممكن يجي هذا اليوم اذا هذول استلموا السلطه، لانه هم يريدون هذول يستلمون السلطه، جماعه اليمو والمثليين والسحاقيين والسحاقيات وجماعه القوس قزح وجماعه الانحلال المطلق، لانهم ما يعتبرون انحلال مطلق، يعتبروه حريه جسد. ولذلك انت الان تشوف على السوشيال ميديا ايش قد نساء يطلعن على السوشيال ميديا يعلمن النساء على الجنس، وشوف ايش قد ناس يتابعوهن. صح. مو عندك وحده عراقيه بامريكا تمثل افلام اباحيه والان تدعو مو وتتباهى وتطلع وتجيب حتى الممثلين وياها والناس تفرجون وفرحانين يسوون لايكات ويعلقوا لها، وحده عراقيه بهولندا ما ادري بالصين ما اعرف باي دوله اوروبيه
تطلع تقول لها احكي حبيبتي ليش ما تحكي احكي لي ايش كان يسوي بيك اي والله شلون يسوي بيك او واحد يطلع اسمه الحجي حتى هذا مثلا تحكي على لهجه مالتك قلت له ها قال لك ها مبين مستوره شروقي مو شروقته شوف اكو اسقاط ولذلك اذا اكو شرفاء في العراق عليهم ان يثور الان العراق الان بحاجه الى ثوره اخلاقيه صحيح الان اتهم الجميع بالتقصير واعتذر حبا وليس كرها الجميع مقصر العمائم مقصره رجال الدين والمثقفين والاكاديميين والكتاب والصحفيين والجامعات والقانونيين والخبراء والقضاة ورئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه ورئيس البرلمان والنواب وانا وانت كلنا من مقصر. ابرز الامور يجب ان نقوم بثوره اخلاقيه ومهما تكون التضحيات جيد استاذ صفاء من ابرز الروادع هي الرادع القانوني ربما التخويف لقوانين تتناسب اليوم نشوف عادات دخيل الجنس مع الاطفال اللواط الغيره الزنا المحارم تبادل الزوجات كثير من الامور اللي يوم بعد يوم جاي نكتشف شيء جديد داخل المجتمع نعم طبعا حتى ما غادر سؤالك بس عندي اجابه على سؤالك اللي قبله الاجابه واضحه نفس السؤال اللي وجهته الاستاذ هادي انه هذه الدول اللي هي الولايات المتحده هي تعتاش على تفكك المجتمعات هاي الدول نفسها السفيرة الأمريكية هي عندها كم هائل من المشاريع اللي بحجة المنظمات الدولية نعم. اللي تعزز هاي المجتمعات بدوافع حقوق الإنسان وغيرها هي تقيم ورش عمل بالعراق وتسوي مؤتمرات تشتغل على المجتمعات هاي تأخذها بفلوس مو بلاش مثلية من الجهات المناح من الجهات المانحة لا هم كل المنظمات التابعة للمجتمع الدولي كل المنظمات العاملة هذول يأخذون فلوس ما يجون هم للعراق يسوي لك ورشة عمل لو مؤتمر يقيمونه لك ببلاش هاي من يجيبون الناس ويقعدوهم يجيبونهم وجبة طعام ويدربون وعلى أساس يحجون هاي السفارات وال المنظمات الدولية تعتاش على هذه المشاريع لأن جمعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تمنح أموال طائلة لتمويل هذه المشاريع ويشتغلون بالشرق الأوسط على العراق وعلى سوريا وعلى غيرها من المجتمعات من تستقر هاي المجتمعات ما يحتاجون ما يقدرون بعد ما يحصلون فلوس يعني هذا واحد اثنين القوانين بالنسبة للعراق احنا عندنا كم هائل من القوانين المتهالكة نعتبرها لأنه شرعت في وقت ما بالوقت اللي كانت أدوات المجتمع تختلف عن أدوات المجتمع هسه يعني أنا عندي قانون العقوبات العراق رقم 111 عام 69 فترة الستينات مو فترة 2024 أنا عندي متغيرات بالمجتمع هواية أنا كانت إعدادي 10 مليون حاليا أنا 42 مليون أدوات المجتمع كلها غير الظروف المحيطة تغيرت أنت ما تبقيني على قانون بشرع علي بالستينات يتناسب ويا فترة الستينات أنا بال 2024 أريد قانون ولذلك أنا أقول لك إحنا نحث مجلس النواب على تحديث منظومة القوانين هم حدثوا قانون العقوبات طرق قراءة ثانية وأعتقد بعد ما دخل حيز النفاذ لأنه لازم ينشر بالوقائع العراقية فقانون البغاء هذا اللي إجا بوقته لأن إحنا يوميا طالعين بالتلفزيون وتلتقي بينا القنوات الفضائية والناس ليش هذا الانهيار بالمجتمع ليش هاي حالات الطلاق يابا قوانين ماكو راح يحد هالقوانين طبعا شوف الحملة اللي أطلقتها وزارة الداخلية للمحتوى الهابط حدت من المحتوى الهابط كانت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مفرط يعني حتى اشياء وصلت افلام اباحيه تنشر يطلعن ينزع ملابسهم ويطلعن بالمواقع التواصل مو هذا الواقع سووا حمله مال المحتوى الهابط شويه صار نوع من الردع نفس الوقت هو لو ماكو جمهور لهذا الموضوع مو هذا الجمهور انت تغذيه هذا الجمهور يرتبط بالشباب يرتبط بالعقل الجمعي يعني انا مثلا ملول من تروح الملعب بالبصره وما يطلعونها من الملعب الا يطورون وياها هذا الشباب ما يفهم انه هذا مجتمع وهاي انسانة عادية وانت شاب وعليك ان ما تتصرف هاي التصرفات شنو هي يعني مو اكثر من راقصة تطلع بالمواقع الصراحة هذا الموضوع يحتاج له اكثر من الوقت داهمنا الخبير القانوني الاستاذ صفاء لام يشكرك جزيل الشكر ورئيس رابطة المحللين السياسيين الاستاذ هادي جلمر يشكرك جزيل الشكر شكرا جزيلا لجنابك إذن ختام ملفنا الثاني راح يكون بأبرز ما جاء في منصة إكس حول التصويت على تعديل قانون البغاء والشذوذ الجنسي وردود الأفعال حول الموقف الأمريكي نتابع
إذن ختام حصاد هذه الليلة بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. مجلس النواب يصوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية. رئيس الجمهورية يؤكد لنيجر فان بارزاني أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري. وزير الموارد يعلن اتخاذ جملة إجراءات من شأنها التواصل مع دول الجوار حول ملف المياه. هيئة النزاهة تدعو إلى تفعيل الأمن الغذائي وإسناد شركات ومصانع الأدوية الحكومية الخاصة. الأمن الوطني يفكك عصابة لتزييف الأموال في بابل ويقبض على 3 مطلوبين في محافظتين. حصاد الليلة انتهى، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.